بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بالميقات وهلأ جينا الكعبة الشريفة بعد صلاة العصر، بعد ما وصلت الرسالة من شان المرحومة لينا أحمد عبد السلام بن سميحة رحمه الله، نسأل الله عوض الله الجنة. بسم الله، اللهم ارسل إليها واجعلها ولدت أبيديها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا أمر اليوم للمرحومة لينا أحمد عبد السلام بن سميحة رحمه الله، نسأل الله عوض الله الجنة. اللهم ارسل إليها واجعلها نورا تتأمليها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم اغفرها وارحمها، اللهم ارد ترابها، اللهم يسر حسابها، اللهم اجعل قبرها روضة رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم تجاوز اللهم عن سيئاتها، اللهم ارسلها بماء الثلج والبرد ونقي من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. لا إله إلا أنت،